مؤسسة الشهيد فرع حمص تكرم جرحى الجيش العربي السوري تقديرا لتضحياتهم في الدفاع عن أرض الوطن ضد الإرهاب. تحت عنوان أهل مدرستي وبمناسبة قدوم العام الدراسي، كرمت مؤسسة الشهيد فرع حمص ما يقارب 400 جريح من العسكريين والمدنيين وذويهم تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن أرض الوطن. هذا اليوم هو مع بداية العام الدراسي، سنقوم بتكريم هؤلاء الجرحى وتقديم المساعدة لأبنائهم للعودة إلى المدرسة بألبسة مدرسية وما شابه ذلك من قرطاسية، عونا لهم وتكريما لهم لما قدموه من جهد وبذلوه من تضحيات في سبيل هذا الوطن. بحب سوريا ورح كمل دراستي لعمل سوريا إيد بإيد. إن شاء الله يطب كل الجرحى وأبي كمان وتبدي كمل دراستي لكل سنين لحتى تزبط سوريا. تخلل الفعالية تكريم الجرحى حيث قدمت لهم قسائم شرائية من لوازم مدرسية وقرطاسية ونشاطات ترفيهية للأطفال من رسم بالألوان المائية والرسم على الوجوه بالإضافة إلى مسابقات وهدايا رسمت البسمة والفرحة على وجوههم. جراحكم وسام تضمنت زيارات لذوي الجرحى بشكل دوري. هلا قلبنا الحكاية، اليوم كانوا الجرحى وزويهم هني عنا. الفعالية هي لحوالي 400 جريح مع زويهم. تضمنت قسم خاص بالأطفال هو ترفيهي بضمن مسابقات ورسم وغيرها من النشاطات، والقسم الثاني اللي هو بتضمن توزيع كوبونات شرائية رح تنصرف من مركز حمص للألبسة الجاهزة. أنا بالنسبة لي وقت اللي قاتلت وقدمت شيء لوطني قدمته بكل اخلاص، وقت اللي بشوف مثلا في ناس او فيا عم ترد هالجميل فهالشيء هذا بيعني لنا كثير. هاي الفعاليه بتعني لي تسير الي كجريح وكاطفال، عندي 4 اولاد، اليوم البسمه مرسومه على وجه اطفالي بتعني لي شغلات كثيره. انا كجريح بترفع من معنوياتي، بتحسسني انه البلد بخير، القياده عم تشتغل على مبادره الجرحى، وانا بتشكر كل الايادي التي النظيفه التي عم تعمل بالبلد لوقوف مع الجريح مع ذوي الشهداء. يثبت المجتمع الأهلي في سوريا تماسكه والتزامه بالمسؤولية الاجتماعية تجاه من ضحى وقدم دمه ليبقى الوطن عزيزا شامخا. في حمص جولة للمحافظ طلال البرازي وعدد من المعنيين في مركز جوسيه الحدودي للاطلاع على أعمال التأهيل والصيانة في المعبر. بهدف الاطلاع على أعمال التأهيل والصيانة في معبر جوسيه الحدودي بريف مدينة الإقصير، قام طلال البرازي محافظ حمص بجولة ميدانية في مركز جوسيه الحدودي مع الجمهورية اللبنانية، وذلك برفقة اللواء خالد هلال قائد شرطة المحافظة وعدد من المعنيين. خلال الجولة تفقد المحافظ المعبر واطلع على أعمال الصيانة في المركز والمباني الأخرى، وأكد على ضرورة الإسراع باستكمال أعمال التأهيل والترميم في البنى التحتية. الآن وبعد تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية في طرفي الحدود سواء على الأراضي اللبنانية أو الأراضي السورية، لابد من إعادة تفعيل هذا المركز، وسيكون جاهز لعبور الأشخاص والبضائع والشاحنات خلال الشهر القادم. على الأرجح نحن نحتاج إلى 4 أو 6 أسابيع لتأهيل المركز وافتتاحه من جديد. الموافقات المطلوبة من وزارة الدفاع ومن وزارة الداخلية تم تأمينها، وأيضا الجهة اللبنانية تم التنسيق معها، وسيكون المعبر جاهز بكافة شروطه. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بناء على توجيهات السيد وزير الداخلية وبرعاية خاصة من السيد محافظ حمص، الإجراءات القانونية والإدارية، وتم تنفيذ عدد كبير من البنية التحتية التي تعرضت كما هو معروف من قبل المجموعات الإرهابية إلى إساءة كبيرة لتجهيزات المركز. مركز جوسيه الحدودي يتضمن التأهيل في مجموعة الصيانة للمباني الموجودة فيه من أعمال كهربائية وأعمال صحية وأعمال منجور ألمنيوم ومنجور خشبي، مع تمديدات من خزانات لخزانات المياه مع تركيب الخزانات وكل ما يلزم من أجل البدء بالعمل، بأن يقوم المعبر بعمله بشكل جيد. وسيتم إعادة افتتاح المعبر وتفعيله لعبور الأشخاص والسيارات والبضائع
خلال شهر تقريبا، وسيكون جاهزا بكافة المستلزمات الفنية والإدارية والقانونية بعد توقف وتضرر مبانيه نتيجة لتواجد المجموعات الإرهابية المسلحة بريف القصير والأعمال الإرهابية التي أقدمت عليها سابقا. محافظة طرطوس تعتبر من المحافظات الهامة في عمليات إنتاج الأزهر ونباتات الزينة، وبسبب ازدياد الطلب على إنتاج الزهور قامت بعض الجهات باستيرادها من دول العالم المختلفة لتقوم بعمليات أقلمتها وإكثارها مع الظروف المناخية حتى وصلوا إلى حالة ذاتي. زراعة الورود ونباتات الزينة قديمة قدم الإنسان، تناقلتها الأجيال من الآباء إلى الأبناء، وبسبب ازدياد الطلب على إنتاج هذه الزهور بدأت بعض الجهات المختلفة باستيراد الزهور والنباتات من دول العالم المختلفة وقامت بعملية أقلمتها وإكثارها مع الظروف المناخية حتى وصلوا إلى حالة من الاكتفاء الذاتي. سوريا تحولت من دولة مستوردة للورود ونباتات الزينة إلى دولة مصدرة، واحتلت المرتبة الأولى في الإنتاج والنوعية على دول المنطقة. ومحافظة طرطوس تعتبر من المحافظات الهامة في عمليات إنتاج الأزهار ونباتات الزينة. تعد نباتات الزينة من أحد مصادر الدخل القومي لبعض البلدان في العالم مثل هولندا، فتعتبر هي أحد أسس الاقتصاد لديها. هلأ نحن في عندنا أنواع، في عندك بالنسبة لنباتات الزينة شقين، في عندك نباتات أزهار قطف، وفي عندك نباتات اللي هي الصالونيات أو نباتات تنوضع جوات البيوت. نباتات الصالونيات تتألف من أحواض، في منها مجموعة مثل الكروتون، اليوغا، الفيلو، الدراسينيا، الكنتيا، الشاميدوريا، هالأصناف هاي. وفي عندك أزهار القطف مثل الورد الجوري، الجربيرة، القرنفل. في نباتات بتحب الإضاءة الخفيفة، بنحطها بمكان إضاءة ضعيفة، لأنه إذا حطيت النبات أنت اللي بيحب المحب للإضاءة في مكان إضاءته ضعيفة بيتأذى، والعكس صحيح كمان. في عندك نباتات هي محبة لقلة المي، إذا كترت لها مي تتعرض للتلف. زراعة الورود ونباتات الزينة تحتاج تمويلا ماليا ودعما كبيرا وخبرة فنية كبيرة، وهي في النتيجة زراعة اقتصادية اجتماعية مهمة.